المزارعون في المغرب يعانون من ندرة الأمطار، ولكنها اليوم تضررت بشدة لشح المياه الذي يهدد المغرب بأكمله. السلام عليكم، سيدي لامين، مستكشف ومغامر مغربي. ومن خلال الجولات الاستكشافية الكثيرة اللي كندير سنة من بعد سنة، كنلاحظ واحد التغيير كبير في الطبيعة. طبعا هو تغيير سلبي بسبب فترات الجفاف اللي كتمر منها المنطقة ديالنا، وخصوصا السنة الأخيرة اللي عرفت فيها البلاد ديالنا شح كبير في نسبة تساقط الأمطار. هذا الشيء اللي خلى زيادة الضغط على مواردنا المائية. الماء واحد المورد اللي غالي بزاف بزاف، خصنا نحاولوا نستغلوه أحسن استغلال. كاين حلول ديال معالجة مياه الصرف الصحي لأغراض السقي. كسبيل المثال في المغرب قمنا بتنفيذ عدة مشاريع لإعادة استغلال مياه الصرف الصحي المنزلية لأغراض السقي، وهذا الشيء هو اللي داروا المستفيد من مشروع سويتش ماد الدكتور لطرش عبر مشروعه جرين واتك. بغينا أفكار جديدة لمعالجة المياه العادمة، أفكار لتحلية مياه البحر بأقل تكلفة وقس على ذلك. وهذه هي النماذج ديال المشاريع اللي بغينا المستثمرين والمقاولين ينخرطوا ويفكروا فيها.